صاحب قرار تجدد له سنتين ثلاثة، اثنين أو اثنين لعيبة أو ثلاثة يعني. لا مش هقول اسم، لكن هقول لك اي حد بيحب النادي وبيقف جنب النادي وبيلعب بقلبه للنادي اجدد له. اي حد عنده قلب يعني، من اكتر اللعيبه اللي حبيتها حماده طلبه، محترم بيحب النادي. الناس ما تعرفوش ان هو كان عنده اصابه في الوقت ده وكان بيلعب. انا احب اللعيب اللي زي حماده طلبه. مين بقى اللي زي حماده طلبه؟ في كتير، كل لعيبه الزمالك زي حماده طلبه. امال بنكسب ازاي البطولات دي؟ اقربهم يعني من وجهه نظري طارق حامد مثلا، مكسب طارق للزمالك اكيد محمود علاء فرجاني، كل اللعيبه بن شرقي.